عبد السمد عمر قريقان كجودة الصومالي لأن هو قريب كمدة وربعين تكلها ذي جودها مجال ذه الرجيسة وحوكها الله إسلام مركزين السوء نصر دويي هالشي ساي وضع جلنا الصومالي لأن الدولة الإمارات كا كسيو كوا دنس الليج ملتري الدولة الإمارات كو كسم إنسان إنسان مجال ذه بربرة ويدوان قلن كسيو ذا شير وجود وجن وفتوه جامين يوم دحين وكحجان كصومالي لأن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السريعي وكسعود الدولة الصومالي لأن يمسؤولين كسعود الدولة الإمارات كعربته. حالته بيز كمن التري الشيء كأسيس سومالان معها هو صمان يسوق فهو حوي أقانسي معها شرعية ما خلاه يبغى أقانسي وحكاه صيوا الشيء كأسيه بيجو صوبته هراء واحد بربرة لو هو ذكر لي الشيء أهين لما الجليو ذكرت بربرة واحد الشيء كهذا قال لي سومالان هيو مالتاي شركة أمريكا كمباني إنترناشنال أو بي بي أو غرانسا على كمباني يسمى لنا بعض الأجر إن جوا يقصي طلاب سطعي بعض الأجر دولة هي دولة معناه إنك أو دولة يسمى لنا بوا إحنا شيء سلا جلا دولة إمارات عربتها وهالشيء عالمي له معناها هالشيء عالمي أما كان دولة لا جلا دولة دا الله قشاي معناها هو كوه حمبارسي هذه هو طارق بروتيكاري واحد بنيشد وحكاها صيوا استعد سوليجي بيجو واي الشيء سكال قشاي لبدي إن الدولة دوت بو باين نكون غنية لبدي إن بقى هنا أطمار طاي فلسطين وحكي الشيء سكاسي حمبارسي كو متى كلا إنك معناها هو في نولي هي بحوي ودوقتي ينو جيس كافر يكون الله ودمت الجيس كأفريكا وحي عن كويه على هذا سكية على هذا ودمت الجيس كأفريقيا حدودا أبارو ما ملحمة دولة صغيرة ومال مالها هو على هذا بدن دوني ذكمة من مالها مع تاي حالا هذا سكة تاريخي وحياه حالا جنب حكنا وحكوكا وحلا regional economic integration isku xirka dhaqaale ee wadamadu wuxuu xal u noqdaa dhibaatooyinka qolaadaha ee waxa heli dhaqaale xumada ee burburka dowlada ku yimaada waxa Idris Cabdi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.